واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو الدراري جبنا لكم النسخه ديال فري فاير اللي خرجت جديده. الدراري هذه النسخه اللي واعره بزاف الدراري، عجبتني الصراحه حيت كتخلط ما بين فري فاير وفورتنايت، يعني في نفس الجرافيك ديال فورتنايت كما كتلاحظوا الدراري، والنسخه اللي خفيفه بزاف، يعني الا عندك بي سي ثقيل ولا شي حاجه ما غاديش تعاني معها وغادي تنسي كاع فري فاير العاديه. كما كتلاحظوا راه فري فاير غير هي مبدله في الجرافيك وداك الشيء، وخفوها الدراري الصراحه، راه ولات ناضيه كما كتلاحظوا. تنظن انها غادي تلونس ديال بصح هاد النسخه هادي الدراري، وما بدا ما يبقاش يلعب فري فاير. هاد الجيمه ديال الدراري سميتها سيغما، غتلقاو اللينك ديالها في الديسكريبشن، غنوريكم الدراري كيفاش تقدروا تدخلوها، وغنوريكم كونترول وكنوريكم داكشي كامل. قبل ما نبداو الفيديو الدراري ما تنساوش تخليو لينا واحد لايك، كلشي يدير لايك الدراري، نجمعوا الدراري في هاد الفيديو ان شاء الله شي 3000 لايك. راه شحال هادي ما لحقت شي فيديو، راه اكثر من 8 شهور تقريبا ولا ما عرفت 6 شهور ما لحقت فيديو، بزاف 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 ديال الوقت، وحشكم بزاف الدراري. ان شاء الله غنرجعوا للشين يوتيوب، ما تنساوش الدراري تبارطاجيو الفيديو وتسباميو في لي كومونتير 10 20، على شحال ما قدرتيش يدير لي كومونتيرات باش الفيديو تريكوموند الدراري وتموتيفا ونرجع نلوح فيديوهات. كنبغيكم بزاف الدراري، خليكم على الفيديو. كما كتلاحظوا الدراري غتلقاو اللينك ديال سيغما في الديسكريبشن. راه هاد النسخه الدراري ديال فري فاير ما كتخدمش بنفس الكونت ديالك، يعني الا كان عندك شي كونت في سكينات هنا ما غتلقى حتى شي حاجه، غتلقى ليفل 1 وغتبدا من الزيرو، يعني فري فاير اخرى، جيم اخرى هادي. وتقريبا راه عجبتني الصراحه، فيها واحد الجرافيك اللي زوين، دابا غنكتشفو كاملين. غتلقاو اللينك ديالها الدراري في الديسكريبشن، من بعد غادي ديروا لها داونلود. بعد ما تدخلوها الدراري تخرج لكم بحال هكا، غادي تخليوه نتوما بحال هكا. انا كنصحكم الدراري تلعبوه في ميمو حيت هو اللي عجبني فيه اللعب، خليكم تلعبوه في بلوستاك في اي محاكي. غتوركوا على هاد ابيكا اللي كتكون في جنب تقريبا اي محاكي، غديروا ابيكا بحال هكا، غتوركوا على سيغما بحال هكا، ديروا اوفغيغ، غتسناو واحد شويه. كما كتلاحظوا غادي تطلع لكم سيغما بحال هكا، كتدخلوا الكونت ديالكم عادي ولا فيسبوك ولا باي حاجه. كما كتلاحظوا الدراري دابا دخلنا سيغما، نقولوا لا فري فاير الدراري، فري فاير الاخره بالرجوله، حيت شوفوا الكاليتي ديالها هربانه بالرجوله، كتجمع بين فورتنايت وبابجي داكشي ديال الاساطير. نقدو الدراري الجرافيك نخليوه بحال هكا ستوندار، صافي نخليو الجرافيك هو هذاك. نقدو الكونترول بالزربه الدراري، انا كيعجبني نصغر هادو، صغر لي يا معلم، كنحملهم باش يبقاو كبار حيت كيدرونجي وكيعمروا لك الشاشه، ما كنتش تلعبش على راحتك. كاملين صغرهم، حيد ليهم الطمن الاحسن، حتى هو ميبقاوش يبانو كاع بحال اللي لعب شي جيم د بيس. ايوا شنو هادي العين، حيدها تمام، ما نديرو بها. كتقادو الكونترول ديال الايميلاتور ديالكم على حساب الجيم، من بعد غادي ايوا 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 من بعد الدراري غادي ندخلو نتيستيو الدراري شي طريح، نشوفو البلان كيف داير. كما كتلاحظو الدراري نقادو الحساسية ديال الجيم، ديرو 20، شوفو البلان، صافي 20 مزيانة. أنا الدراري عمري جربت لعبتها، كيما كتلاحظو الاف بي اس كيبقى 90 فيكس، أنا حيت مطلعش الكاليتي داكشي علاش كتبان ليكم هكا، مبغيتش ندير الكاليتي لخرا باش نشوفو الاف بي اس البلان ديالو كيف داير، حيت دابا ديما. والمشكلة يعني أي جيم كتخرج في اللول راه كيكونو فيها المشاكل الدراري ضروري، ولكن هادي بانت ليا بخير الصراحة. كما كتلاحظوا بلا شي نتيستو واحد البلان، شوف ديك ديك اللعيبه ديال السوري واش كتبدا تدور بالزربه بحال اللي كان في الفري فاير شحال هادي. والله الا كاين البلان بالله، خصني ندير لكم الدراري الحل ديالو. لو وصلتوا هذا الفيديو 3000 لايك الدراري، وكتبوا لنا في لي كومونتير واش بغيتو ندير لكم فيديو، راه ندير لكم فيديو نقلب لكم على الخدعه، ديروا لها الخدعه. تلاح تلاح دغيا اخونا تلاح، سمعوا الصوت ديال الجيم نيشي. شو الدراري كاين المشكل ديال السوري، يعني خصك تبقى خصني ندير لكم هادشي في ميمو. كاين راه جربتها في بلوستاك، وكاين حتى هاد البلان، هاد المشكل كاين حتى في بلوستاك ديال الماوس، راه بلان هذا خصنا نديرو ليه الدراري شي فيديو ياك. دابا ندير لكم شي فيديو نبقشش مزيان وغنشوف البلان مناش، بحال داك الفيرسيو ديال بلوستاك اللي كانت فيها 4 ولا ما عرفتش شنو كان هذا المشكل. خصك دير ديك اللعيبه ديال الماوس ثقيله عاد تضرب، خصك دير ديك اللعيبه ديال الماوس ثقيله عاد في الاخر تضرب دوره وداك الشيء يتقاد مخربعه. خصني نشوف لها بلان هاد الدراري. كما كتلاحظوا الاف بي اس راه 90 داك الشيء ناضي، وانا شي واحد يجي يقتلنا اجي يقتلنا. ها هو جا، ما طلبتش شي 100 صافي قتلني ناضي.
المهم الدراري راه ديال فري فاير شفنا البراند ديالها وشفنا المشكل ديالها. بغيت شويه الدراري ندير لكم الحل لهاد المشكله. الدراري ما تنساوش الدراري توصلوا لهاد الفيديو لاكثر من 3000 لايك، وكلشي الدراري بارطاجي الفيديو في فيسبوك في اي بلاصه. الدراري ما تنساوش الدراري الناس اللي ما مابونينش ولا شي حاجه يتابوناو، والناس اللي ما دايرينش لايك يديروا لايك. الدراري الا كنتي وصلتي حتى لهنا كتب رقم 15 في كومونتيرات باش نعرفك وصلتي حتى لهنايا. وما تنساوش الدراري دوزوا عندنا الانستغرام اللي هو sawff.03. والدراري ماكس بارطاج، ماكس قلوبه، ماكس كلشي كلشي الدراري. بلبلوا اي حاجه ديروها الدراري باش الفيديو تريكوموند. راه عرفتوا شحال غابرين حنا على يوتيوب، يعني غيكون التفاعل طايح. حاولوا نتوما تطلعوه بالبارطاج ديالكم، بكومونتيرات ديالكم، وبلايكات ديالكم. كنبغيكم بزاف الدراري، شكرا بزاف على المشاهده. كان معكم ساو بيكس الدراري، احبكم.